أين العيسى في بريدة التي كانت مقصد لكثير من أهل بريدة بالتنزه بها؟ مزرعة قديمة لها سمعة كبيرة عند أهل بريدة، كانوا يقصدونها للتنزه. مزرعة العيسى في بريدة كانت مزرعة قائمة ورائعة، فيها كثير من النخيل والأشجار والآبار. اندثرت هذه المزرعة الرائعة التي كانت يقصدها أهل بريدة بالتنزه. هذا هو قصر العيسى، قصر كبير كان يقطنه عائلة كريمة أقامت بهذا القصر الجميل. هذا مدخل القصر. الآن بعد أن سقط السور الخارجي للقصر، قصر جميل، فساقط هذا المبنى الجميل. كان يسكنه عائلة العيسى، قصر كبير جدا. تساقط هذا القصر، كانت مزرعة رائعة، كانت مقصد لكثير من أهل بريدة بالتنزه بها. عمل جميل من الطراز القديم. كان هذا هو القصر. كان هذا هو الحوش الذي كان يتبع القصر. كان هذا هو الحوش بعد ما تساقط السور الذي يتبع القصر. الجزء الثاني في القصر، أتوقع أن يكون هذا قسم النساء، يعني كان في القصر الجزء الثاني في القصر، الجزء الخلفي يعتبر. فيمكن يكون احتمال أن يكون هذا قسم النساء، واللي صورنا أول يكون هو قسم الرجال. قصر العيسى من القصور القديمة الرائعة. كان يسكن هذا القصر عائلة كريمة فتحت مزارعها لأهل بريدة بالتنزه بها. كان هنا أحد الآبار فاندثر هذا البير، فساقط عليه جزء من مباني القصر. فكان هنا أحد الآبار التي كانت يستخدمونها أهل القصر. القصر من الخارج، قصر كبير جدا. قصر جميل من الداخل، تساقط كثير أجزاء كثيرة منه. كانت عائلة كبيرة تسكن بهذا القصر، عائلة العيسى. كانت مزرعة عامرة يقصدها كثيرا من أهل بريدة للتنزه. فتحوا أبوابها لأهل بريدة، جزاهم الله خير عن أهل بريدة. غرف كثيرة يدل على أن العائلة كبيرة. غرف كثيرة ومساحاتها صغيرة، يعني لا تتجاوز بعضها 3×3 3.5×3. فكانوا عايشين أحسن عيشة في هذا القصر. الجهة الغربية من القصر،
قصر كبير، كان يقطن عائلة كريمة كبيرة، فتحت مزارعها لها بريدة بالمكشات. هذه كانت كلها مزرعتهم، كانت ما شاء الله مثمرة بالنخيل ومثمرة بالأشجار والآبار، لكن كلها اندثرت. جميع الآبار اللي هنا كان طمست من الأجواء. أين العيسى التراثية على الحبيب على أهل بريدة؟ قضوا أيام حلوة بهذه المزرعة الجميلة. نقول الله يرحم من مات من عائلة العيسى، وأن يطول بالباقين بعمر الباقين. نشكرهم على ما قدموا لنا في أيام قديمة من فتح هذه المزرعة للتنزه بها. تحياتي وشكرا. أحد المداخل من الجهة الجنوبية، احتمال يكون هذا كان عاملين لهم مظلة سيارة لهم أو شيء كذا، هذا يكون زي المدخل مع مظلة أو كذا. قصر جميل، إبداع في التنفيذ. الجزء الخلفي من القصر، بناء قوي، أساساته من الحجر. هذا الباب الذي كان يفصل بين قسم الرجال وقسم النساء، حتى انه في الزمن القديم كان عاملين نافورة بالحوش، حتى انهم كانوا عاملين نافورة بقسم الحريم بالحوش. نقول الله يرحمكم ويغفر لكم ويجزاكم عنا خير وعن اهل بريدة كلهم. قصر العيسى ما زال بعض اجزائه متماسك، وسقط الكثير منه. طبعا هذا هو الحوش حق النساء، كان أول كان هذا هو الحوش اللي يضم مع مباني مخصصة للنساء. هذه النافورة الجميلة كانت محطوطة في قسم النساء.